السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. هذه غيبه مركتها خاوتي، انا اعتذر منكم، على بالي طولتها صافي شهرين هاك ما درتكمش فيديو. لا غالب على بالكم، نصكم على بالهم ونصكم الاخر ما على بالهمش. دروك نقول لكم سبب الغياب خاوتي. اول حاجه كنت نخدم على واحد البروجي، مشروع عندي واحد حوالي 4 سنين كان في قلبي ندير هذا البروجي. هي من بعد تطورت الاحداث بشويه كعرف. مهم خاوتي نخليكم مع هذه الومضة، سنعود بعد قليل. شكرا. عدنا خوتي، كيما شتو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. خوتي شرينا مايك وقيل الصوت راه شبابه ليها كيما. المهم خوتي كيما شتو، الحمد لله على بركة الله بالتوفيق من الله، درنا بروجي تاع كول هي بالعربية معناتها كولخ، وباللونجلي يعني حاجة مليحة، تناسق الأسماء مع المستاش تاع الهاج. السلام عليكم. كلي تاكوس ما كليتش، حق ربي ما كليتو يو. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره اللي عندي حوالي شهر من اللي فتحت هذا البروجي. دائما كنت نقول اليوم ندير فيديو، اليوم ندير فيديو، عاودي لي خاوتي. نعطيكم نصيحه خاوتي، اللي يفتح بروجي ما تقولش باللي راني راح نريح من راسي، هذه تزيد تهبل خاوتي، تولي دائما تقابر هذه نقصت هذه. لازم توقف على بروجي تاعك باش ينجح من التالي. بزاف الناس قالوا لي بحال على المكان باللي درت بلاصه صغيره وكاع، انا سي فري انا ماذا بيك تنكبر، مي بغيت ندير عفسه صغيره باش من بعد كون نزيد نطور ان شاء الله باذن الله، نزيدو سلسله مطاعم. يعني كي نفتحو غي واحد صغير تقدر تجيريه، بالعكس واحد كبير يعني يتعبك شويه في باش تجيريه وتكونترولي كلش. حاجه واحده اخرى خاوتي، بزاف ناس قالوا لنا عجبتكم عجبتنا البنا ما شاء الله وكاع. خاوتي اللي ما ذاقش البنا هو براطي خاوتي. هنا في الحانوت انا قلت نخدم حاجه كاليتي، لا بغى البري تاعها خاوتي والاسعار في متناول بنزيما هاودي الجميع خاوتي. شا عندنا بيتزا لي تاكوس لي ساندويتش لي غراتان لي فاخيطاس، وكاين البرجر ابار لي بلا لي ما كاش خاوتي، كاين كلش وكاين لي فريزون. خليكم الرقم لهنا، الناس اللي تسكن في شلف، في شلف سونتر فيل، ماشي تقول لي بعثها لي 40 كيلومتر وكاع، لا لا خاوتي التوصيل هكا كيجيك 500 مليون كيلومتر في الساعة. المشروع هذا كيفاه حتى كان في عقلي وطبقته، بالك تستفادوا من التجربة تاعي. بون انت كإنسان ربي يعطيك عقل، كيما هذاك الثري ايلون ماسك عنده دراهم، هو عنده 24 ساعة، انت عندك 24 ساعة، لماذا ما تخممش تخمام تاع رجل ثري؟ قول انايا علاش نروح نخدم عمل يومي يتحكموا فيا من 8 ل 4، نروح كاره حياتي، بوركوا با ندير انا المشروع تاعي. لازم نتايا تخمم كيما يكون عند هذاك العقل اللي يخمم بعيد. انسان لازم يخدم راسو، دوك انت تلحق الوقت اللاج تسيب روحك 40 سنه ما درت والو، لازم قبل الثلاثينات تخمم في بروجي اللي يخدم عليك وعندك الدوام تاعك، الخدمه تاعك اللي فيها صادر ثابت باريزون، والاخرى ديرها عفسه زايده. هي كيما نقولوا ماشي لازم دير بروجي يعني حاجه كبيره، المهم العفسه اللي بحب نوصلها لك انك تنوع مصادر الدخل، يكونوا عندك زوج مصادر دخل ولا ثلاثه. علاش فكر ما يملي، لو كنت تتكلم على صالير واحد تاع خدمه ما غاديش توصل وراك حاب توصل، بصح كون دير زوج ولا ثلاثه، واحد تصرف منه ويبقاو زوج اخرين كيما يقولوا الادخار الدس، واحد تصرف به وزوج مصادر الاخرين دس تخبي، تشري طوموبيل تشري دار شايف. انسان يحب يسافر يحب يديبلاسي يحب يحوس يحب يجري يبيش، انسان كل ما ينوع مصادر الدخل يولي عندك الاستقلال المالي، الاستقلال المادي. بالعكس ان ذاك الانسان اللي تاكل على مصدر رزق واحد ويروح من 8 ل 4 ويتحكموا فيك كيما يبغوا، راح تطول شويه باش ما ديرش الدراهم، باسكو ما عمري تاكش نهار شفت واحد موظف يخدم من 8 ل 14 4 تاع الصباح 4 تاع العشيه،
شنو رشت واحد ثري من الدوام؟ لا يوجد. حسنا مشاهدينا الافاضل، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. لا لا خاوتي، ما وصلناش لنهايه الحلقه، نزيدكم شويه واحد التفاصيل خاوتي. البروجي هذا تبعوا معايا لي زيطاب نهار اللي كيف بديت، نوريكم شويه البروجي هذا كيفاش ساكريفيت مع، شوفوا الحانوت كيفاش كان داير خاوتي. دخلنا للمحل تاعنا دوك نوريكم كيف راه داير، راه في حاله يوصلها خاوتي. شوفوا حاول مش كبير بزاف على كل حال، مي سبقى ما جاء انا بقى نعاودو لك عمليه التشكيل، رجعوه على حساب الستيل تاعي اللي راني باغي. تسمى راح نديرو عشاء اسطوريه اللي كشغل راك شايف كي تجي لهنايا فيها الحنه وتدي معاك، فماش تاع قاعده واع باسكو كون ندير لهم قاعده يقولو لهم كومبي لك شامل لنا باب الحانوت المناسب. شوفوا ماشي، شوفوا هذا الحانوت كان بوشي، الأعمال متواصلة. يقول بومبا طاحت هنا الحانوت. زيدوا يركبوا الآخرين بصح. شون هذا؟ أدير أكون بزاف قرب خيرات. ولدي البارح شافوا صورتك قال لي أوه بابا قال لي الله يخدمنا بالضحك. ماشي. يخدم عنده بالضحك. حاجة اللي ياكل أنا. السلام عليكم خالتي، دخلنا للحانوت. مرحبا شي وين ما على الاقدام شغلينها. بلي انا كنت مامن بالفكره تاعي راك فاهم، ما يهمنيش انا راي واحد ولا يقول لي انت دير هذيك هذيك عيانه، انا عفشاني مامن بها وشايفها بلي تخرج عليا. نوصيكم خاوتي هذه نصيحه، ديرها مليح في راسك قبل ما تدير اي عفشه. صلي صلاه الاستخاره شوف وتبع الى ربي سهل لك فيها، عرف بلي ديك الحاجه ربي راه كاتبها لك وراه يعاونك باش تكمل فيها. الى صلاه الاستخاره عطات لك نتائج سلبيه، صوت غير العرق من الناس، تبلعت لك اشارات، ربي بعث لك اشارات خاوتي، هذوك الاشارات سلبيين خطيك، عاود شوف حاجه اخرى. انا صليت صلاه الاستخاره ربي سهل لي الحمد لله ومشات كيما كنت باغي، صراو شويه عراقي لها كامل بعد مي حليناها ماشي مشكل كاع مي الحمد لله. شهر شهرين كملت لي طرافو، شوفوا كيف كانت، شوفوا كيفاش رجعتها. يعني كي تكون مأمن بالفكرة تاعك، لا بغا تكون عندك باطات الزليمات قابسة الزليمات تطبق فيها الفكرة تاعك، ما يهمكش انت دايما لازم تركز على روحك، تركز على الهدف تاعك. قال انا انسان ربي خلقني في ذي الحياة لهدف معين، نروح نحوش على الرزق تاعي، ماشي تلقى انت قاعد راقد في داركم وتقول الرزق ما كاش تزير ما فاهم، تزير فيها الخدمة وخدم راسك، عقلك هو اللي يجيب لك الفرص. انا مانيش نقول لكم بلي انا غني ولا مي، انا نامن بواحد الصوالح شفتو كيما ندير في لي فيديو، راني نعطيكم راني سيريو شوي، نعطيكم في النصائح اللي انا نمشي بهم، شغل نمشي بواحد العقليه، ما نحاولش نعجب الناس ولا نحاول نعجب كش واحد ولا شايف، نحاول دائما نبني روحي باريزومبل، نقارن روحي بالعام اللي فات مع العام هذا، نشوف شو ديفيرونس، اسكو افونسيت شويه في حياتي ولا لا. هذه نقطه. حاجه واحده اخرى، ما تبقاش كشغل تقارن روحك بالناس، تقول اودي هذاك وصل وهذاك راه داير دراهم وانا ما درتش، وهذيك دارت وانا ما درتش،
والاخرى خيرون. قارن روحك دائما، قارن روحك بروحك مقارنه بالعوام اللي فاتوا بالعام هذا. اشكو افونسيت ما افونسيت، اكتب اهداف راك باغي ديرهم، هادو كاع يعاونوك باش تقرب للهدف تاعك. قال انا نبغي ليك العفسه، سي نخدم فيها، سي نتعب، سي نطلع درجه درجه. ما تحاولش تقول نطلع ديريكت وكاع، هذاك اللي يحاول يطلع ديريكت يهبط ديريكت، فاهم؟ لازم درجه درجه وما تقلقش. والدعاء والصلاه، الانسان يتكل على ربي، صلاه الفجر تفتح لك بيبان الرزق بزاف. الانسان ما يستهينش، شرطو الناس كاين الناس ما تصليش وكاع، صلي صلي ودي ربي. يا ربي قلنا وفي السماء رزقكم وما توعدون، دونك الانسان يسعى ويدعي ربي وزوج صوره. المهم خاوتي شتو كيفاش عطيتكم نظره، ومع التالي الحمد لله شغل فرحت باللي وصلت لهذا المشروع. مي فكره كانت في راسي حطيتها على ارض الواقع. هكاو زادت لي كونفيونس في روحي باللي انايا نقدر نقدر، ماشي هذيك تاع واحد يدي الناس دار وما نجحوش. ما تدريش تقدر تدير ديك العفسه تنجح انت اخر منهم، تبقاش تكومباري وكاع. لازم تامن بروحك، تامن بالقدرات. خاوتي هذا كله بفضل ربي سبحانه وبفضلكم نتوما، باسكو نتوما عطيتوني حافز، شجعتوني من البدايات باش نخدم في لي فيديو باش نوصل لهذه المرحله. مازال خاوتي مازال لي فيديو، انا درت غير بوز باش نريح مع راسي، كان عندي شويه مشاكل هكايا في الحياه ريقلتهم، والحمد لله ربي شغل عوضني. فاهم كاين واحد الصوالح خسرتهم في الحياه، فاهم ضياقت منا، مي يقول لك كي تضيق عرف رب عرف ربي سبحانه راه يفتح لك باب واحد اخر. ما تبقاش كي شغل تقول منا الباب هذا بلادي، نكره حياتي. خويا لازم تامن بواحد العفسه، ربي كي بعد لك عفسه راه يعطيك عفايس شابين قاوي تقول الحمد لله. فهم راح نرجعوا لي فيديو تاع الضحك، انا توحشت نديكم لي فلوق وشمويكم خوتي، واليوم نطيبكم من الاكل البراري وكاع. المهم خوتي دوك خويا مجيين واحد لي فيديو واعرين بزاف، نديكم هكا تشوفوا الحانوت وين جاي. المهم خوتي نخليكم لوكاليزاسيون تاع المحل، راكم رايحين تلقاوني تما وين تقدروا كاع تلقاو بيا خوتي من كاع الولايات. مرحبا بكم خوتي، رقم الهاتف لوكاليزاسيون تلقاهم في البيو. خوتي وصلنا لنهايه الحلقه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ببعض المعلومات. وانت تفكر واحد العفسه نقولها لك، انت تستطيع، انت يا تقدر تروح بعيد لو كان تامن بروحك، تامن بالافكار تاعك، وما يهمكش يقولوا الناس عليك. من الناس على كل حال فيها مليح الدنيا وتهدر، الناس يهضروا وخلاص، المهم ما يبقاوش شايفين. خاوتي وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا جزيلا، نتلاقاو في حلقه جديده. شكرا. الاتجاه نحو اليمين. خاوتي جيلي التاريخ الصوتي. ها.
حضرة السادة وسيدات لأمنكم وسلامتكم، نطلب منكم البقاء جالسين. معكم قائد الطائرة السيد حمزة وطاقمه يرحبون بكم على مثل هذه الطائرة بوينغ 747 التابعة للخطوط الجوية الجزائرية. لأمنكم وسلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين، شكرا. الاتجاه نحو اليمين. عجبتني خاصي.